والآن يتفضل معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، ووكيل وزارة التربية الدكتور هيثم صالح الأثري، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بتقديم هدية تذكارية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من تصميم الفنان إبراهيم حبيب شكر الله. وأيضا هدية أخرى مقدمة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. والآن